الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزُقنا جميعًا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام، عنوان خطبة اليوم: وبارك لي فيما أعطيت. اللهم آمين، بارك لنا فيما أعطيتنا برحمتك يا رب العالمين. وحتى لا يكون الكلام قاصرا على فهم للكلمات كونها دعاء، لابد أن نفهم أن أحوج ما نحتاج إليه بعد الأخذ بالأسباب، أعيد، بعد الأخذ بالأسباب، البركة. وقد تحدثت في هذا المسجد المبارك غير مرة عن البركة وأقسام البركة وتعريف البركة، لكن باعتباري أن الموضوع المعنون له علاقة بالبركة، لا بأس أن أعرج على بعض الأمور بشكل سريع. دائما إذا أردنا أن نتحدث عن أي شيء لابد أن نفهمه وأن نتصوره، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلا يمكن أن أحدثكم مثلا عن الخشب وأنا لا أعرف الخشب وأنتم لا تعرفون الخشب، لابد أن نفسر ماهية وتضاعيف هذا الشيء. طبعا البركة لها تصورات كثيرة في أذهان الناس، كل على حسب ثقافته، كل على حسب التراكم المعرفي عنده. لكن بشكل سريع، هناك تعريف جامع مانع للإمام الراغب الأصفهاني. ومن الراغب الأصفهاني؟ هذا رجل من أكابر علماء اللغة والتفسير، له كتاب مشهور اسمه مفردات القرآن، وأنا أنصح أي مسلم حتى لو لم يكن متخصصا بالشريعة أو في الشريعة أن يقرأه. لماذا؟ لأن فيه تفصيلا لمفردات القرآن، يعني الكلمة القرآنية لها دلالات كثيرة منها البركة. فيقول رحمه الله تعالى: البركة تعني ثبوت الخير في الشيء مع دوامه واستمراره. فتقول: تزوجت امرأة مباركة، بارك الله لك في هذا الزواج، أكرمك الله بالذرية بالأولاد، استمر هذا الزواج. تقول: هذه علاقة تجارية مباركة مع فلان، هذه العلاقة التجارية استمرت سنوات وسنوات لأنها مباركة، فيها خير وفيها استمرار. فهي ثبوت الخير في الشيء مع دوامه واستمراره. ولاحظوا أن الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى قيد هذه البركة بماذا؟ قال: خير، لابد أن تكون خيرا، ثم تحدث عن ثبوت الخير. المهم حتى لا أدخل في التفصيل وفي التعريف كثيرا، كيف لنا أن نحصل البركة؟ البركة لا تعني كلمات من الغيب لا حقيقة لها في الواقع، لا أبدا، بل إن الواقع يؤيدها. ولا تعني أن فلان هذا رجل على البركة كما يقال في بلاد الشام، يعني ساذج، استغفر الله. بل الرجل العاقل هو الرجل المبارك: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فلما الله يمدح شيئا عاقلا أو غير عاقل، كما ذكر الله لنا عن المسجد الأقصى، قال: الذي باركنا حوله. هذا حديث عن المكان، لما يتحدث
عن الأشخاص عن العقلاء وصفهم بأنهم مباركون، وهبنا له إسحاق ويعقوب، باركنا له إلى آخره. فإذا وصف البركة ليس ذمًا كما يتصور البعض. كيف أصل إلى البركة؟ ذكر العلماء أسباب كثيرة، لأن الوقت ضيق والجو حار. بشكل سريع، أول أسباب البركة أن تكون تقياً، تقوى الله عز وجل. وكل واحدة لها دليل من القرآن الكريم. اقرأوا معي إن شئتم قول الله عز وجل في الجزء التاسع في القرآن الكريم في الصفحة الثانية في سورة الأعراف، قال الله لنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ما هي النتيجة؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما أريده من الآية، إذا أردت بركات في الرزق، إذا أردت بركات في العلاقة الزوجية، إذا أردت بركات مع أولادك مع عمالك، اتق الله. والتقوى لها تعريفات كثيرة 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 كثيرة، خلاصتها أن تعمل بطاعة من الله على نور من الله ترجو ثواب الله عز وجل. أو كما عرفها سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، العمل بالتنزيل، أي العمل بإحكام القرآن، والخوف من الجليل، والاستعداد ليوم الرحيل. خلاصة الخلاصة، قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالتقوى هي البركة، وهي أس البركة، وفيها تفصيل أريد أن أدخل فيه كثيرا. ثانيا، الشكر. الشكر ليس كلام. بعض الناس تقول له: كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ابن القيم له كلام جميل. الشكر لا، يعني بعض الناس يقول لك الحمد لله وهو ساخط، يعني في بلسانه أمام الناس من أجل يعني مكانته الاجتماعية، من أجل حتى لا يقال هو ساخط على الله، لأن الشكر من أعمال القلب لكن يعبر عنه باللسان. إذا كان الإنسان ساخطا على الله لكنه أمام الناس الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لكنه غير راض ويحمد الله فقط من أجل أن لا تصيبه المعرة، هذا ليس شاكرا حقيقيا. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، لاحظوا البركة، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكلما شكرت الله عز وجل بلسانك بقلبك بأعمالك بجوارحك أكرمك الله، زادك من فضله في أي شيء، حسيا معنويا أتكون الزيادة. فإذا أول شيء التقوى، ثانيا الشكر، ثالثا التبكير. التبكير، النبي عليه الصلاة والسلام قال: بارك الله لأمتي في بكورها، يعني الذي يعمل باكرا يحصل كثيرا. والأمريكان عندهم مثل أن الطائر المبكر يأخذ أكثر يعني حظه من الديدان، يأكلها أكثر لأنه يذهب مبكرا. كذلك في بلاد الشام يقول لك: نام بكير وفيق بكير يكون الرزق كثير. بمعنى أن التبكير في الأعمال سبب للرزق، سبب للبركة في كل شيء. نحن صغار كانوا يكتبون لنا على السبورة، على يعني على الجدار في المدرسة: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، أليس كذلك؟ لكن وصلنا إلى مرحلة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، بل أجله إلى بعد غد. هذه مرحلة عند المسوفين، والمسوفون لا بركة في حياتهم. سوف أعمل، سوف أتوب، سوف أغير برنامجي، سوف سوف، وينتهي العمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: هلك المسوفون. وقال: لا تسوفوا. لماذا يا رسول الله؟ قال: لأن الموت يأتي بغتة. وهذه الصورة ترونها في حياتكم، الإنسان الذي يؤجل الدراسة، لا يدرس في بداية العام، بدأ العام الدراسي مثلا في سبتمبر، ونهاية العام في آخر شهر حزيران يونيو،
ثم طيلة العام لا يدرس، سوف يدرس سوف يدرس، ثم تأتي الدرجات وهو غير موجود في نسبة الناجحين. يقول لك الدكتور الفلاني الأستاذ الفلاني هو يسوف سوف أدرس، ويعلق على الجدار، أيام زمان لم تكن هناك وسائل متاحة، سوف سوف سوف، يضيع. إذا أردت الخير البركة بكر سارع لا تؤجل. أيضا من أسباب البركة صلة الرحم. أيها الإخوة الكرام، قد يكون رزقك قليلا لكنك حنون وشفوق وطيب ورقيق مع أرحامك مع إيذائهم لك، لأنك ترجو الله لا ترجو مدحهم أو قدحهم. أنت تتعامل مع الله، المؤمن علاقته حياته كلها لله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنا لا أريد أن تمدحني أو تقدحني أو ترفعني أبدا، أنت تتعامل مع الله عز وجل، فصل رحمك. إن كنت واصلا رحمك أكرمك الله عز وجل بالبركة في حياتك في أولادك. من أحب، وفي رواية من أراد أن يبسط له في رزقه، وفي رواية في أثره، وينسأ له في عمره، ويقول العلماء ينسأ النسيء هنا الزيادة، يعني لها وجهان، إما أن تكون زيادة حقيقية على الحقيقة الله يزيد لك في العمر، وإما أن تكون بمعنى البركة تكثير الخير والثبوت الخير في هذا الأمر. من أحب ومن أراد أن يبسط له في أثره وينسأ له في عمره فل، وهذه لام لام الأمر، فل يصل رحمه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ولما مدح الله أهل الإيمان من أمثالكم قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل أولئك لهم عقبى الدار. اللهم أكرمنا بعقبى الدار. فحاول أن تصل رحمك. وقد تقول لي أرحامي سيئون، وأرحامي ليسوا مدعاة للفخر، وأرحامي مختلفون بالثقافة وبالتعليم، وقد يسيئون إلي. وهذا نرى، أنا أخبرني بعض الكرام على وسائل التواصل الاجتماعي مثلا يكتب له أحد الناس شكرا لك يا ابن عمي، شكرا لك، هو ليس ابن عمه وليس ابن خاله، حتى يدخل إلى الأصدقاء ويسبب له مشكلة مثلا. أنت تتعامل مع الله، تعرف إذا كان هذا سيئا أو غير سيء لكن محتاج فقير أكرمه دون أن تدخل في يعني علاقة قوية جدا، فقير يحتاج إلى علاج أرسل له ثمن العلاج دون أن تكسر بخاطره ودون أن تفضح الدنيا، يعني دون أن يعلم الثقلان أنك المحسن الكبير. إنسان يحتاج إلى دراسة إلى علاج إلى، لا تتكلم. الله ترى الخير يأتيك لا تعرف من أين، البركة من أين تأتي، الله يعني يفتح لك أبواب أنت لم تكن تتخيل أن تكون أمامك، لأنه سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب، أبدا لا يخطر في بالك بسبب البركة صلة الرحم. وصلة الرحم كلام طويل لا أريد أن أفصل في صلة الرحم. أيضا من أسباب البركة اجتناب الحرام. إذا أردت أن يبارك الله لك اترك الحرام. الحرام قد تقول لي كيف أترك الحرام، هناك أناس غارقون في الحرام وعندهم مليارات. أنا أتحدث عن البركة، بأن التعريف لو رجعنا إلى تعريف الراغب الأصفهاني يقول ثبوت الخير في الشيء، أولا خير، هذا ليس خيرا مع استمراره ما يدريك. هناك أناس أنا أعرفهم بتجربة المتواضعة جدا عندهم مئات الملايين لكنهم غير مرتاحين غير مباركين بالمعنى الشرعي، ما يدرك، لا تغتر. الكثرة لا علاقة لها بالبركة. الكثرة قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قليل مبارك خير من كثير غير مبارك. فاجتنب الحرام، إياك والحرام، إياك وركوب متن الحرام، لأن الذي يجترئ على الله عز وجل الله عز وجل يسلب منه البركة، حتى لو أنت تحسده تغبطه عنده متاع كثير فيما تراه، لكن لا تعرف الأسرار. البيوت لها أسرار، البيوت
خلفها أشياء كثيرة لا تعرفها. وكم 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 هناك أناس عندهم متاع كثير لكنهم غير مباركين. لماذا؟ لأنهم أولا يفتخرون بالمعصية ولا يحكموا شريعة الله لا في بيعه لا في شرائه لا في علاقاته لا مع أزواجه لا مع أولاده أبدا. آخر شيء يمكن أن يسأل عنه بيان الشريعة، آخر شيء. لذلك ترك الحرام الله يبارك لك. أيضا من أسباب البركة الدعاء. عنوان الخطبة وبارك لي فيما أعطيت، هذا من دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ندعوه في دعاء القنوت، وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت، أليس كذلك؟ أنت تطلب من الله عز وجل أن يبارك لك حتى لو كان الأمر قليلا. وهناك قصص كثيرة، لا أريد أن أحدثكم عن السلف الصالح قبل مئات السنين أو قبل ألف سنة، في زماننا هناك أناس يتقون الله عز وجل يجتنبون الحرام، أمامه فرصة ذهبية بلغة الناس وبالتعارف المواضعات الاجتماعية، لكنه يترك الحرام ابتغاء وجه الله عز وجل، معاملة لا يستطيع أحد أن ينازعه فيها، لكنه يعلم أنها حرام ولن يتعرض لمساءلة قانونية أبدا، على العكس تماما، لكنه يقول هذه حرام. غيره يقول هذا ساذج أضاع الفرصة من يديه، كان يمكن أن يسعد هو وأهله، مع أن الواقع كان يمكن أن يشقى هو وأهله بالحرام. الحرام يا كرام لا يمكن أن يسعد به إنسان. وهناك بيت من الشعر أذكره لكم: دخل الحرام على الحلال ليكثره، من أجل أن يكثره، فأتى الحرام على الحلال فبعثره. لا يمكن أن تكون هناك بركة. فدائما أكثر من الدعاء: اللهم بارك لي فيما أعطيت، اللهم اجعلني مباركا، اللهم بارك لي في أولادي. دائما أطلب أن يكثر الله لك الخير وأن يثبته في حياتك. طبعا الحديث ذو شؤون وشجون: اللهم اجعلنا من المباركين وارزقنا البركة في حياتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأعتذر عن درس الجمعة، وأيضا إن شاء الله تعالى سأكون في إجازة أكثر من 3 أسابيع، طالبا منكم الدعاء في ظهر الغيب. توجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم، سلوا ربكم حوائجكم إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، وعرفنا نعمك بدوامها. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين برحمتك يا رب العالمين. أعط كل واحد منا سؤله، واقض لكل واحد منا حاجته، واشف وعافي جميع مرضى العالمين. اللهم ارفعهم إلى العافية، وامسح عليهم بيمينك الشافية. اللهم ارفعهم إلى العافية، وامسح عليهم بيمينك الشافية، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. وفق رئيس دولة شيخ محمد بن زايد ونائبه شيخ محمد بن راشد لما فيه خير البلاد والعباد. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء
وشفاء من كل داء برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.